المسؤولون ايها المسؤولون فالزا حكيم التعليمات شي مراقب يحاول يبتز شي متقاعد او متقاعده او ارمله. الوقفة 22 ولا مني جاوبنا على هذا المشكل. احنا كناس متقاعدين ضربنا 30-40 سنة في هذا الخطاء ونهار خرجنا تقاعد كناخذوا القرار ديالنا اللي تخد هذه الوكالة مني جاو هذا الزا. أول قرار تخد ضدنا حنايا حيدونا بطاقة الركوب. لا يعقل واش الإنسان ضرب 40 عباد الله عام في القطاع وعلى هذيك البطاقة يحيدوا لي، راه كيمشي يجيب بها عدوا، حيدوها لي، حيدوا الأرامل، حيدوا جميع الناس اللي كانوا ضحاو هنا بالغالي والنفيس. وحنا السؤال اللي كنطرحوا، علاش الوزارة ما حيدوش لهم التقاعد من البرلمان؟ البرلماني علاش ما تحيدوش لهم ذاك التقاعد؟ كاع المسؤولين تاع الدولة كيخرجوا التقاعد كيبقاو يتمتعوا به، لا وزارة لا برلمان. وحنا عمال عباد الله الناس ضربت 40 سنة، بطاقة شحال كتسوى هذه البطاقة؟ ومن حقنا راه القانون الأساسي ديال 1976 هو اللي تيحددنا باش نركبوا. وهذا القطاع باقي خدام بهذا القانون الأساسي وحنا نكرونا. فينا هو هاد الشعارات في الحملات الانتخابية التنمية هادي غنديروا لكم غنفعلوا؟ وبطاقة عباد الله جدد الشركة الإسبانية اللي سولت على هاد المرفق ديالنا، هذا راه ضحينا عليه عباد الله. هاد المرفق مالو كان بحال كرة بمجهودات العمال باش وقفوا هاد الديبو. جات هاد القطاع جاو هاد المسؤولين جابوا معاهم على الشكاير هاد الزا كتسير. احنا ما عندناش أطور مغربية في البلاد اللي تسير هذا القطاع، ما عندناش ناس في المستوى. ودابا اللي كنتأسفوا ليه هو الناس ما تسوقوناش، راه الوقفة 22 والناس كبار كلهم مراد كيجيو مساكن تيضربوا الطريق باش يجيو يسمع صوتهم ولا من يجيب. راه كنوصلوا واحد النداء لسيدنا نصارى الله، الله يحفظ لنا الملك ديالنا، باش هو اللي بقى لينا، راه هو الأمل ديالنا ضد هاد الناس اللي مكرفسين علينا، خدوا لينا الحقوق، لا تقاعد في المستوى، لا سكن لا والو. راه ضربنا 40 عام عباد الله في قطاع وباقي بلادهم تياخذ اجره قليله. راه نقول لك شحال راه تاسف، ورغم هذاك الشيء كملوها حيدوا لنا حتى البطاقه باش نركبوا. الناس كيبغي يمشي يدفع دوسي دخله 200، كيبغي يمشي يجيبوا الدواء تيطلع كيشدوا المراقب يدوزوا البوست لابوليس. ومن هذا المنبر كنزيدوا نكرروا بان هاد الناس راه بغوا يديروا معنا تحل، وحنا راه حتى حنا ما غنتفاكوش معاهم على هاد البطاقة. راه لا يعقل، وهذه دولة المؤسسات حقوق الإنسان الشعارات، راه شوف على الزنزال باش يبين لك هاد الناس راه لا شيء، لا أحزاب سياسية لا نقابات لا والو، راه ما كاينش ناس راه تيدافعوا على مصالحهم. راه هاد الانتخابات خصهم يتعاود الرأي فيها، راه خص اللي خد جوج انتخابات المرة الثانية كرئيس جامعة صافي عنده جوج ولايات الله يعاوننا ويعاونو يمشي بحاله. ما يبقاش في الجامعة 19 عام تيولي داير النفوذ، تيولي هو السلطة، تيتحكم في المدينة في الخيرات ديالها في المرافق ديالها. راه اللهم هذا منكر.